يعطيك ايوبا مع نبيل. القصب المسيره الفقعه تاع دخلوا في اطار الاحتفال هما في سرقه سيول. شنو يلا غير شويه خليها ثلاث بقشة صاحبي خليها هاك كوريها كيما واش الزوج الاخر راه لهيه غير باش ها يلا يخدموا هاو كيصور يلا سيري تحركوا ها اسم امين بنوة مستوى الدراسة الثانية بكالوريا علوم انسانية بمناسبة جات هذه المبادرة الوطنية ديال البيئة كوفانت وحنا كيفرحنا بزاف باش عاد نساهموا مع المؤسسة ديالنا انها تولي زوينة بزاف وكما كتشوفوا التلامذة كاملين كيساعدونا باش نخليو المدرسة ديالنا تبان زوينة وهادشي زوين بزاف وبالمناسبة كامل كيساعدونا شنو غتقولوا للثانويات ديال سليس شنو الرساله اللي غتقدموها للاداره كتقدموا الرساله للتلام انهم يخليوا المدرسه ديالنا زوينه كما غادي نخليوها دابا والاداره كنشكروها بزاف على هذه المبادره اللي منحتنا انهم يخليوا المدرسه ديالنا زوينه كار محمد الاستاذ الالمانيه منسق نادي البيئه والثانويات سليس سليس التحليليه شنو السياق العام اللي كيجي في هذا النشاط هذا؟ السياق العام هو يعني في اطار هذا يعني القيام ديال المغرب باحتضان هذا المؤتمر ديال كوب 22 بنتوك وفي اطار تحسيس التلاميذ يعني بالاهميه ديال البيئه وبالاهميه ديال الحفاظ على البيئه. شنو هما الاهداف ديال النادي ديال البيئه؟ الاهداف ديال النادي هو ان يعني التلاميذ يتلقاو واحد التربيه يعني احساس بالمسؤوليه ديال يعني واحد المسؤوليه كبيره اللي خصنا نحتفظوا عليها ونحميوها. شحال استغرق الوقت باش رديتوا الثانويه بهذا الشكل هذا الاخضر الجميل؟ هاد يعني هاد الشكل الاخضر الجميل كما تفضلتي وقلتي استغرقنا العام اللي فات استغرق تقريبا يعني السنه كامله. طبعا يعني في اطار التعاون مع بزاف ديال الاخوان اللي واحد النشاط التحسيسي للثانوية سيدي التليوسي وكنحتفلوا باليوم العالمي ديال لاكوب 22 وان شاء الله يكون هذا الشيء حيت باش نزينوا الجو ديال سيدي التليوسي وتكون واحد النظره عليها زوينه